مجرد الاعتداء على الأمن الوطني الإيراني، الأمن القومي الإيراني، ومجرد الاعتداء على الحدود الإيرانية، هذا بحد ذاته جريمة لا تغفر. وهذه إرادة قوية في الداخل الإيراني وعند المسؤولين والقيادة بضرورة الرد. اليوم مجلس الشورى الإسلامي اجتمع بصورة سرية، يعني خلف الأبواب المغلقة، وداول المجلس البرلمان هذا الموضوع. اليوم رئيس الجمهورية بعد اجتماع مجلس الوزراء أكد بأننا لا نريد توسيع الحرب، ولكن نحافظ على حقنا في الرد، والرد سيأتي مؤلما. اليوم رئيس البرلمان الإيراني الدكتور قاليباف أكد على هذا الموضوع بأنه هذا الاعتداء لن يمر بدون جواب. الدبلوماسية الإيرانية تعمل بقوة لكي تسير في الجانب الحقوقي. يوم غد سيكون اجتماع للمجلس المجلس يعني الأمن الدولي. بطلب من إيران. هناك استعداد كامل، هناك بيانات مواقف من الجيش ومن حرس الثورة، هناك تناغم بين هذه القوى السياسية والعسكرية لضرورة الرد. القائد الإمام الخامنئي اليوم أكد بشكل واضح بأننا صحيح الضربة كانت يعني خفيفة، ولكن هذا لا يعني نستخف بهذا الاعتداء، وترك الموضوع للدفاع عن القوة الإيرانية وعن الشعب الإيراني للمسؤولين لكي يرون كيف هي ستكون الردود. هم يرسموا ضرورة الرد، وأكد على الدور الشبابي في الحفاظ على الكرامة الإيرانية والحفاظ على الأمن القومي الإيراني، واستنكر هذا الاعتداء. أتصور يعني الرد سيكون ردا قاسيا وعنيفا، وفي نفس الوقت أتصور يعني الجميع يؤكد بأن هناك عقلانية، هناك ذكاء، وهناك صبر استراتيجي. هذا كله يرسم ملامح الضربة أو الرد القادم.